السنه دي اهلي وزمالك وبيراميدز، ولا ممكن تحصل حاجه مختلفه عن كده؟ شوف، الدوري السنه دي هيبقى دوري ممتع. مفيش فرقه صغيره وفرقه كبيره. مدربين الشباب في الدوري عاملين شكل حلو، خاصه عماد النحاس في المقاولين. ما هو يعني انت عندك اهلي 9 وعندك بيراميدز 7 زمالك المقاولين 7، فبالتالي المنافسه باينه ان هيبقى فيه نوع من التنافس. لكن لو الدنيا مشيت كده مع النادي الاهلي وبقى في جاب من الدور الاول، هتبقى المنافسه فوق في حته وتحت في حته. لكن لسه ما نقدرش نقول الكلام ده دلوقتي، يعني طبعا في ظروف وبتحصل مع المشاركه في الماتشات الافريقيه والمحليه والاصابات والاجواء دي. كمان في بعض المباريات الوديه اللي النادي الاهلي هيلعبها الفتره الجايه هيكون في لسه ما ترتبش، يعني فرقه اسبانيه هتلاعب النادي الاهلي، مش ريال مدريد. ريال مدريد هيبقى السنه الجايه. ريال مدريد مش السنه دي. ماشي، ريال مدريد في اتفاق، لكن اجنده ريال مدريد للموسم الجاي خلصانه طبعا، فتحط معادي السنه الجايه 2020. مفيش في 2019 ومش في بدايه السيزون، يعني في الاواخر بقى. فطبعا يعني هتكون في فرقه اسبانيه احتمال الفتره الجايه في مباراه وديه كبيره برضو عالميه مع اسم كبير. ماشي. لكن ريال مدريد عشان ناس كتير قوي اتكلمت في قصه ريال، في مباراه لكن مش الموسم ده، الموسم الجاي. فمع الضغوط دي كلها لازم تبقى اللعيبه كلها جاهزه بالشكل المطلوب. عندك حتى لو بينك وبين نفسك الاحساس مين الفرق اللي ممكن ما يكون لهاش نصيب في التواجد وسط الكبار السنه الجايه؟ مش لازم تقول لي عشان ما حدش يزعل. لا 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 لا، بس بينك وبين نفسك على السيزون ده. يعني مين اللي هيبقى من الكبار؟ مين مش اللي موجود؟ شكله مش بص يعني. لا انا لسه ما يبانش، احنا بنتكلم في 3 جولات طبعا، ففي 3 جولات خلي بالك، يعني في 3 جولات ما اقدرش اقول مين هيبقى الحصان الاسود. ماشي. ما يبانش لان ماشي. في فرق هتبقى حصان اسود. ماشي. اما بقول لك ان طلع الجيش اتعادل وادى ماتش كويس مع بيراميدز، ده مش معناه ان بيراميدز كويس، ومش معناه طلع كويس، ومش معناه العكس. ماشي. لسه بدايات الموسم، خلي بالك ان المدربين في بدايه الموسم كله بيشتغل على الـ3 نقاط والاهداف وبيجمع وبيستمتع. ماشي. بعد 10 جولات واول ما بتدخل بقى بعد كده في الـ في الـ في الدور الثاني بيبدا كل مدرب بيحسبها بالنقاط. وبالتالي المدرب اللي ضاع منه نقاط بيتحفظ، فتلاقي فرقه بتقفل طول الوقت. بالظبط. يعني انا مثلا استغربت على الكابتن ميدو لما لعب الزمالك زوم ديفنس وقافل بزياده من البدري. فبعد الهدف ابتدى فتح وتحرر وهو كان بيلعب على الهجمه المرتده وكل حاجه، لكن كان الشكل صعب جدا من بدايه المباراه ولسه انت كان تاني جوله في الدوري. فالدوري السنه دي هيبقى كويس. دوري السنه دي بقى شفنا فيه خطط كبيره، الدوري السنه دي الحمد لله في جمهور بيخش وفي اداء، دوري السنه دي التحكيم لغايه دلوقتي الدنيا مش هنقدر نقول اول بس، لكن في دعم للتحكيم وشايفين التحكيم هيبقى في حته ثانيه كويسه، فاعتقد دوري السنه دي هيبقى قوي. هي الاسماء اللي هتنافس، هتقول لي المنافسه، هقول لك هو مثلث اهلي زمالك بيراميدز بس حتى الان. ممكن يحصل جديد، ممكن يحصل جديد سلبا وايجابا. طبعا سلبا وايجابا طبعا، لكني هستثني النادي الاهلي من سلبا وايجابا لو استمر بهذا الشكل وبهذا الاداء. الفار من الممكن ان نراه فعلا هذا الموسم؟ خلي بالك الفار ده قصه كبيره جدا طبعا وبسيطه جدا، لكنها تكلفه ماليه. هي تكلفه ماليه. فبتتكلف، لان انت ما بتشتريش الناس. بص يا كابتن كريم، الناس فاكره ان الفار ده 3-4 شاشات بعربيه شيك، يقول لك ما احنا عملناه في بطوله اتعمل، لكن ده كان على حساب الاتحاد الافريقي. انت بتشتري سوفت وير، بتشتري اختراع. حلو. يعني انت بتدفع حقوق ورولز، فبالتالي الرولز دي مش الاجهزه بس، الاختراع نفسه. ففي قيمه ماليه هتتكلف مع ملاها حسبه، واللجنه المؤقته بتحاول، وفي رعاه فهيبداوا يشوفوها. طبعا هتقلل كتير جدا من الخسائر ومن الشكل اللي احنا بنقول عليه، لكن وجهه نظري كده كده الاهتمام بحكم الساحه والحكام بدون وجود فار او وجود فار اعتقد مهم جدا، واكتر كمان التعامل مع التكنولوجيا، بمعنى ان من وجهه نظري ان الحكم اللي يقعد على الفار لازم يبقى اقوى على الحكم اللي من الاقوى من الحكم اللي جوه. ماشي. ولذلك في اوروبا ابتدوا يرجعوا عدد من الحكام المتقاعدين اللي عندهم خبرات يقعدوا على الفار طبعا، لان النهارده الحكم اللي في الملعب عايز حد ينجده طبعا، مش حد لسه بيتعلم في الشاشه وبتاع الملعب وبتاع، فعايز واحد برضه يبقى فاهم. النهارده عندنا حكام كتير عندهم خبرات يقدروا يبقوا موجودين، لان التجربه الاوروبيه دلوقتي بتجيب الحكام الكبار اللي لسه مبطلين او اللي عندهم، هم اللي بيقعدوا على الفار يشتغلوا. ان اكتر من قصه كده حصل فيها اختلاف، وخلي بالك الدوري الانجليزي احنا لنا تحفظات على الفار. يعني في تحفظات بيحصل. ساعات بيحصل حاجات طبعا. بالظبط.